أشخاص إلى المعرض في العاشرة ليلة سلام معرض ست وصادروا نسخ الكتب الداخلية. الخطاب الملكي ديال الأمس كان مهم جدا لأنه تطرق القضايا اللي هي في عمق النقاش العمومي واللي هي مطروحة بحدة لدى جزء كبير من الرأي العام، وخاصة ما يتعلق بارتفاع المهول للأسعار ديال المحروقات وأسعار المواد الأساسية واللي كان فيها جواب في الخطاب، وكذلك ما يتعلق بمدونة الأسرة ومراجعة نظام الإرث بالخصوص. أعتقد أنه كان في الخطاب ضوء أخضر يعني للسلطة العليا في البلاد لفتح الملف من جديد ديال الإرث وديال المراجعة ديالو، لأنه النقطة الأساسية في مدونة الأسرة. 18 عام من مدونة الأسرة بان في المحاكم ثغرات ديال النص، والخطاب الملكي أشار إلى هذا. هو ما قالش مراجعة شاملة، ولكن قال مراجعة القضايا أو النصوص التي تطرح إشكال، وأعتقد أن منها ما يتعلق بالإرث وعدم المساواة في الإرث، وما يتعلق بمشكلة التعصيب كذلك، وما يتعلق بتزويج القاصرات، ما يتعلق باقتسام الأموال المكتسبة، هي كلها أمور اللي إما ما وردش في النص وإما جات وجا فيها واحد الإضافة اللي كتخلق ثغرة اللي كيدوزوا منها الناس اللي كيبغيو يجهضوا المكتسب ديال النص. ولهذا أعتقد أننا الآن من جديد غادي ندخلوا في مسلسل ديال المراجعة ديال هذه الوثيقة الهامة من أجل أسرة مغربية متضامنة، أسرة اللي هي العماد ديالها هو تعاقد بين الرجل والمرأة، ماشي أن الشيف ديال الأسرة هو الرجل والمرأة تبع عليه. هذا الشيء نظام القوامة طبعا تم تفكيكه في 2004، والآن خص يتم إلغاءه بالمرة وجعل الأسرة مسؤولية ديال الطرفين بشكل واضح وكامل، وأيضا السعي نحو إحقاق المساواة في المواريث، لأن المرأة اليوم أصبحت عاملة، أصبحت منتجة للثروة، أصبحت متميزة ومتفوقة في مختلف المجالات. راكم شفتوا نتائج البكالوريا، وشفتوا في البحث العلمي، وشفتوا حتى في الكرة، في كل المجالات المرأة مجتهدة متفوقة. ما بقاش ممكن نعاملها بنظام القوامة، وما بقاش ممكن كذلك أنها نعطيها يعني ما يتبقى للرجل. ولهذا كنعتبر كذلك بأنه الخطاب الملكي بإقراره بضرورة مراجعة الأسعار وتخفيضها يستجيب للاحتجاجات القوية اللي يعني خرجت من العمق المجتمع، وكذلك ما يتعلق ب يعني استقبال أو الرساميل أو الاستثمار وعوائق الاستثمار. كنعتقد هذه النقطة مهمة في الخطاب الملكي، لأن العوائق ديال الاستثمار في بلادنا كبيرة، وخاصة منها المساطر الإدارية الثقيلة، وكذلك الفساد والرشوة اللي خص المحاربة ديالهم أو إعلان الحرب عليهم، وكذلك ما يتعلق بالإطراء غير المشروع. وهذا غادي يعطينا ضرورة مراجعة القانون الجنائي، كذلك مراجعة القانون الجنائي في النقطة الإطراء غير المشروع، ومراجعته في الحريات الفردية، لأنه قانون يصادر الحريات الفردية وما بقاش كيطابق نهائيا التحولات ديال المجتمع المغربي. بغينا اليوم قانون جنائي ماشي ديال 1962، بغينا قانون جنائي ديال 2022 فما بعد.